انت مالك ملاحظة كيف عم تتصرفي؟ هالفترة صاير عم تتوتري بشكل كتير غير. نحتفل المساء. مزبوط، وحبيت نجتمع ونحتفل مع بعض. كنت رح أقلك بس ما صار لي فرصة. كأنك قاعد بقلبي. كنت حابة اليوم نطلع نغير جو، ضاق خلقي من قعدة البيت. يلا كفي شغلك. شو رايحة تعملي؟ حابة اتسطح شوي.